فضيلة الشيخ، قبل أن نختم هذا اللقاء قد نسأل سؤالا شخصيا بحتا، وهو هل لكم تأثير أو توجيه لأبنائكم نحو التوجه لبعض التخصصات الشرعية التي لكم عناية واهتمام خاص بها؟ والله أنا يعني الحقيقة أحث الطلاب دائما وأبدا على اتباع السنة والالتزام بمنهج السلف والعناية يعني بما كان عليه سلف هذه الأمة، والحذر من الطرق المنحرفة والمناهج التي انحرفت عن الجادة، وأن يكون الجميع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن في ذلك السلامة والنجاة. وكنت يعني كما هو معلوم أنا أدرس في الجامعة الإسلامية مادة العقيدة الآن، وأحثهم على معرفة العقيدة على منهج السلف وعلى طريقة السلف، والحذر من طرق المتكلمين وطرق يعني أهل الكلام التي هي مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، وأوصيهم بالعناية بأن يرجعوا إلى الكتب المتقدمين الذين ألفوا في العقيدة، وهم الذين يؤلفون المؤلفات في العقيدة على يعني بالأسانيد ويثبتون الأحاديث والآثار، يعني مثل الكتب التي ألفت باسم السنة، مثل السنة لابن أبي العاصم، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة للالكائي، وكذلك التي ألفت للإمام في كتاب الإيمان لابن مندة، والإيمان لابن أبي عمر العدني، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لأبي عبيدة القاسم بن سلام، وكذلك التي ألفت في رد على الجهمية، وهي يعني تبين العقيدة وترد على المخالفين في العقيدة، ومنها كل كتاب رد على الجهمية لإمام أحمد، ورد على الجهمية لابن مندة. ومع الأسف الشديد أن بعض أصحاب المناهج الجديدة يعني يقللون من شأن الاشتغال بمعرفة الفرق الضالة المتقدمة، ويقولون أن الاشتغال بها اشتغال مع الأموات، ونحن نقول أن هؤلاء الأموات ورثهم أحياء، ولكل قوم وارث، وفي هذا الزمان من هو وارث لأصحاب هذه الفرق المتقدمة، وكما يقولون لكل قوم وارث، فوراثهم موجودون. ولهذا فإن الكلام على عدم الاشتغال يعني بمعرفة الفرق المنحرفة وبيان الردود عليها أن هذا فيه تساهل في أمر العقيدة، بل الأمر يعني يجب أن يكون العناية بمعرفة المناهج التي تقدم أصحابها ووراثها موجودون، وكذلك المناهج الجديدة المنحرفة، كل هذه يجب التصدي لها ويجب التحذير منها. وكذلك يعني مما يعني أرغب فيه الحث على دراسة الحديث وعلى دراسة المصطلح، ومعرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يصح وما لا يصح، لأن هذا هو الذي به معرفة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وما لم يقله، وما يتبع لصحته وما لا يتبع لضعفه. فكانت هذه الأمور من الأشياء التي يعني أعنى بتنبيه